سمعنا انه الشغل اللي انت بتحضريه لرمضان اللي جاي ان شاء الله استثنائي. والحقيقه ان احنا مش من نرمين الفئه، عرفنا ده، عرفنا من الناس اللي حوالين صناع الاعمال دي. ده حقيقي. ان هي اعمال هتبقى مختلفه وفي لكي ادوار مختلفه فيهم كمان. بجد بجد انا تعبت، يعني انا وانا بشتغل فيهم مسلسل بقيت اقول لهم انا تعبت، يعني كم من الشجن وكم من الوجع وكم من الألم وكم الطبيعية والتلقائية اللي مكتوبة في الورق أجبرتني إن أنا أبقى كده، بس وصلتني المرحلة إن أنا كلمت الأستاذ أحمد مؤلف هذا العمل في ظل الراجل، قلت له أنا تعبت، ولما بيبقى عندي مشهد أقول له أنا مش عارفة أعمله إزاي، أنا من رعبي مش عارفة أعمل إيه. نيجي بقى ندخل في النمر ده، انت بقى كنت مع ظل الراجل، ده ظل الراجل حاجة ما عملتها في حياتي، أما النمر بقى في حياة حياتي إيه عمري بجد. احنا قعدنا أول قعدة كان مع محمد إمام، طبعا المخرجة الجميلة مدام شيرين عادل، حاجة كده بني أدم موهوبة وأمرة شاطرة جدا، أمرة جداً. وتجنن وكان معانا طبعا أستاذ محمد، كلنا قاعدين المؤلف. بقت شيرين تعمل إزاي، تتفرج عليا وأنا بتكلم كده وتتفرج على صوتي، فانا ببصلها اقول لها طبعا انا عارفه عامله دور شمس ما ينفعش خالص كده. فانك تغيري تون صوت بقى تماما واسلوب كلام وحوار بتوع الساغه، ولازم تطلعي قد الموضوع، انت بقى صاحبه محل جواهرجي في الساغه واكبر من اكبر يعني اكبر تجار الساغه، مش اي كلام يعني. فلا كان امتحان قاتل وصعب جدا، لدرجه ان انا اول ما عملت اول مشهد فلقيت إمام قال لي نرمين بجد انتي حدوتة، ولقيت بقى ابتسامة شيرين اللي كان يعني ايديها على قلبها مني، بس ما حبتش طبعا تفهمني ده. انتي كمان بتعيد اكتشاف نفسك، يعني مدين نفسك طبعا مساحة اكبر مع الهدوء والنضج، انتي بتعيد اكتشاف نفسك ده حقيقي في الحياة وفي الدراما. وهنا تماما تخليت، دايما حطيني في حتة نرمين الانثى نرمين المش عارفة ايه، تخليت تماما. فأنا عاملة نفسي الامتحان ده وربنا رزقني الحقيقة بنجمين وبكاستين وبإخراج وبكله هايل وناس جميلة ومحترمة، فإن شاء الله يا رب. أنت معلمة من الساغة، في الساغة معلمة في الساغة. اسمك إيه في المسلسل؟ شمس. شمس. الناس هتستناكي في ظل راجل والنمر. والنمر إن شاء الله بشكل مختلف تماما، وده وعد إن شاء الله يا رب على نجاح، وإن الأعمال تبقى فعلا عند حسن الظن إن شاء الله. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.